على الجنازه دي الا اذا كان هذا الانسان انسان صالح طبعا، وبرضه والعكس. طيب خلينا برضو ناخد الاستاذ حسن المستكاوي نقيبنا الرياضي الكبير. استاذ حسن ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا يا كابتن. البقاء والدوام لله. البقاء لله. يعني عايز اعرف، مش عارف اقولها لك اسالك في ايه، ولكن الدكتور خالد توحيد ماذا كان يمثل الكابتن حسن المستكاوي؟ زميل طبعا. هو يعني كان جه الاهرام عشان مجله الاهرام الرياضي سنه 90. مظبوط. مع مجموعه شباب ومجموعه جميله جدا من الزملاء، ويعني ابتدينا المشوار المجله. كانت المجله ايامها طبعا طايحه يعني في عالم الصحافه الرياضيه في مصر، وتزاملنا سنين يعني في المجله وفي الاهرام، وتزاملنا كتير كمان في مواقع ثانيه الحقيقه يعني لجنة الإعلام الرياضي، يعني كذا حاجة الحقيقة. وهو إنسان مجتهد، والله يرحمه طبعا، يعني محترم جدا ودقيق جدا، وبيشتغل وبيحب شغله وبيحب المهنة وحريص على المهنة جدا، يعني محترم. يعني أنت لو سألت كل الناس رأيكم إيه في خالد توحيد هيقول لك محترم، والمحترم دي كلمة كبيرة قوي. يعني كيف استقبلت الخبر يا استاذ حسن؟ لا والله شوف، انا بنام بدري طبعا وما عرفتش بالليل، لان عرفت الصبح. انا صاحي من الساعه الفجر يعني كالعاده ببتدي اقرا واشوف الدنيا فيها ايه، واتفاجئت مفاجاه الحقيقه يعني مؤلمه جدا. يعني انا ما صدقتش الحقيقه، ما صدقتش يعني، وحاولت اتاكد مع ان انا شفت كذا مصدر، لكن حاولت اتاكد باي طريقه من كذا مصدر، عشان الحقيقه ما كنتش مصدق خالص يعني لان احنا يعني يمكن من شهر او شهر وشويه كده كنا بنتكلم في حاجه ويعني وطبعا انا عارف يعني هو يعني الحمد لله ما كانش مريض، يعني ما كانش عيان، ما كانش بالزبط. قاعد في البيت، ما كانش في مستشفى بعد الشهر ده، ما كانش يعني في اي حاجه يعني. فالخبر كان مفاجاه بالنسبه لي جدا جدا يعني. طيب يعني حاجه مؤلمه الحقيقه يعني. اول لما سمعت الخبر ايه اول حاجه جت في دماغ حضرتك للدكتور خالد توحيد؟ خدت حبايه مهدئه. خدت ايه يا فندم؟ حبايه مهدئه. من كتر الصدمه الالم يعني. انا ما صدقتش الحقيقه يعني 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 كنت متضايق جدا يعني. انا الحقيقه ما يعني مش عارف، ما تخيلتش يعني، وبقيت حاسس ان دي اشاعه، ده كلام مش صحيح، كلام مش دقيق. انت عارف ساعات كده يعني ساعات بتطلع اشاعات معينه. بالظبط فندم، ساعات بتطلع اشاعات معينه على ناس معينه. يعني حضرتك قلت ان هو في هذا الطريق يعني. قلت بقى ده يعني حاجة حد كده بيطلع إشاعة ولا حاجة مش معقول يعني. وحاولت أعرف كذا مصدر برضه ما صدقتش يعني. أنا شفت كذا مصدر الحقيقة وما صدقتش، بتدور على حد من زمايلنا يكون يعني صاحي في الوقت ده عشان أكلمه وأسأله هو ده حقيقي، لأن أنا عرفت إن يعني الناس كلها عرفت من بالليل يعني. يعني من وقت متأخر شوية، لكن عرفوا من بالليل يعني. فأنا للأسف عرفت النهارده الصبح الفجر. بقاء لله يا فندم، بقاء لله استاذ حسن المستكاوي نقيبنا الرياضي الكبير. بقاء لله لاسرته ولزمايله ولاصدقائه ولمحبيه وكل اسره القناه طبعا. يعني فعلا حاجه يعني خبر الحقيقه كان مؤلم قوي يعني. الله يرحمه ان شاء الله يبقى في مكانها باذن. انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ حسن، استاذ حسن المستكاوي نقيبنا الرياضي الكبير. يعني هنقول ايه، لكن هذه هي الحياه. يعني اخر كلمه هقولها في هذا الموضوع، يعني عاش خالدا وتوفاه الله ساجدا.